السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير في كل مكان. اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بطانيه بغرزه جميله خالص، اتسالت عليها كتير وكذا بنوته كانت طالبه مني اني اعمل معاكم بطانيه بيبي. بصراحه الغرزه دي او الوحده دي تنفع ان اعمل بيها بطانيه بيبي، او انفع بيها اعمل كمان مفرش لو هتغيري الخيط وتستعملي غيط حرير، وكمان ينفع كمان مفرش سرير، هتبقى حلوه جدا وجميله جدا. بصراحه انا شايفاها ظريفه في الخيط الرفيع، ولو في خيط متوسط السماكه برضو هيبقى جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلوه جدا جدا، وهي عامله زي شكل الرقات، بيبقى شكلها حلو قوي في الاستعمال. يعني انا شايفاها ان هي في الواقع اجمل بكتير من التصوير، اهي واخده شكل الوحدات اللي هي طايره في الهوا دي، حلوه جدا جدا اهيت من هنا كده. كمان عايزه اقول لكم ان هي ممكن زي ما تيجي تنفع لكذا حاجه، بطانيه بيبي، مفرش سفره، طبعا مع تغيير نوع الخيط ينفع مفرش سرير، تنفع لكذا حاجه لان هي حلوه قوي. كمان من طريقه اللي عمل البطانيه دي ينفع ان انا اعملها شال مثلث. طب ازاي؟ انا هنا البدايه عندي معموله من 4 صدفات، ممكن ان انا اعملها بثلاثة بس وهيبقى شكلها مثلا بالشكل ده كده، هيبقى شكلها بالشكل ده، ان في صدفات ماشيه بالطول كده اللي هي على الكتف كده، وده هيبقى شكل الشال من الجنب كده او من على الظهر يعني، وده كده هيبقى شكل الديل بتاع الشال او البوزه بتاعت مثلث الشال، هيبقى شكله جميل جدا جدا في اللبس وحلو قوي. بالشكل ده هيبقى حلو جدا جدا، ممكن تستعمله طبعا بقى في الحاله دي لو شال مثلث هتستعمله خيط مناسب، خيط فيه لمعه، فتله سرمه كده بتلمع، اي خيط مناسب ساعتها، مش هيبقى خيط صوف كده مجرد ان هو مناسب للاطفال، لا هتستعملي ساعتها خيط حلو للشال. كمان هيبقى حلو قوي الغرزه دي لو استعملتيها في خيط جانجا من اللي هو متدرج الالوان، هيبقى جميل جدا جدا برده، بس انا حبيت اظهرها لكم في الخيط الساده علشان خاطر يبقى حلو معاكم ويبقى ظاهر منظر الغرزه وجمالها قد ايه هي حلوه. اهو ادي كده شكلها، وادي كده من النص شايفين، والله يا بنات هي روعه قوي. يا رب يا رب اللي كانت طالبه مني بطانيه بيبي يا رب تعجبها، وطبعا هي لو محتاجه طبعا موديل تاني انا تحت امرها برضو، في ان انا لو في اللي انا في ان انا انفذه لها يعني. اهو شايفين شكلها كده من كل الاتجاهات بالشكل ده، فهي حلوه جدا جدا. طبعا بعد ما بتخلصي السطور خالص ده بيبقى شكلها الاخير، بتسيبيه على الشكل الاخير دوت اهوت اللي هو الحرف ده، هو حتى حروفها لوحدها فيها زينه. طبعا البطانيه دي ما اخدت مني 3 شلات بس، واستعملت لها خيط اليزا، اليزا سكريم بيبي، الخيط ده رفيع وجميل انا بحبه، واستعملت كمان معاه ابره رقم 2.5. طبعا لو حابه شغلك يبقى اكبر شويه ومنفوش بنفس الخيط ممكن تزودي رقم الابره وتخليه رقم 3، واخد مني 3 شلات 300 جرام. ادي كده منظر الشال، يا رب يكون عجبكم الموديل، وان شاء الله يبقى الشرح بسيط عليكم وسهل، وزي ما قلت لكم ان انتوا ازاي تعملوا منه فكره شال مثلث بنفس الطريقه اللي انا همشي بيها، بس مش هتزودي الصدفه الرابعه ان انا هشتغلها اثناء الشغل، مجرد بس ان هيبقى عندك 3 صدفات بالشكل ده، هو كده بقى عندك الشال، وهيبقى تحفه في اللبس بالشكل ده. هيبقى لو على الكتاف هيبقى الشال ماشي على الكتف كده، واخد معاكي رقات رقات. في ناس بتحب تسميها الغرزه عامه زي قشر السمك، بس هي مختلفة عن قشور السمك برضو، ولكن هي بتسميها كده عشان خاطر هي برضو طايرة في الهوا كده، يعني لو هو شال مثلث هتلاقيه نازل من على الكتاف كده بالشكل الجميل ده. يعني تعالوا ابتدوا الشرح وان شاء الله يعجبكم، وفي التعليقات طبعا ياريت تقولولي رأيكم فيها، وان شاء الله يبقى سهل عليكم الشرح. هعمل عقدة بداية، بعد كده هشتغل 5 سلاسل
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهاجي في أول غرزة من 5 سلاسل وهقفلها بمنزلقة، هرتفع ب3 سلاسل، هاخد لفة على الإبرة، ومن جوه الدايرة الصغيرة اللي احنا عملناها هشتغل غرزة عمود. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وكمان غرزة عمود، وكمان غرزة عمود. هيبقى كده اشتغلنا عندنا صدفة. بعد كده 2 غرزة سلسلة، وهرجع تاني اشتغل صدفة تانية مكونة من 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، وهرجع اعمل 2 سلسلة، هشتغل الصدفة رقم 3، ادي كده 1 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، وبعد كده 2 سلسلة، وهشتغل الصدفة الأخيرة رقم 4، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، وبعد كده هعمل 2 سلسلة وهوصل لأول غرزة من التلاتة، 1 2 3، وهقفل بغرزة منزلقة. هيبقى عندي بالشكل ده، ادي كده صدفة، وادي كده 2 سلاسل اللي ما بينهم، وادي كده الصدفة التانية و2 سلاسل، الصدفة التالتة 2 سلاسل، ودي الرابعة. هيبقى عندي 4 تركاء. بعد كده هروح على العمود اللي بعد 3 سلاسل فوقيه بمنزلقة، وهوصل برضو بمنزلقة الوسط الصدفة اللي كانت عندي، وهرتفع ب3 سلاسل واشتغل من داخلها كمان صدفة. اديك غرزة عمود، 2 سلسلة، غرزة عمود كمان، وادي التاني 2 سلسلة. هروح هنا لـ2 سلسلة اللي كانت بين الصدفتين، وهشتغل هنا حرف في، غرزة عمود، 3 سلسلة، غرزة عمود، هشتغل كمان 2 سلسلة، وهروح لغرزة الصدفة اللي بعدها اللي هي دي على طول، وهشتغل غرزة صدفة، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، وبعد كده 2 سلسلة، وهاخد لفة على الإبرة، وفي الـ2 سلسلة اللي هم بعد الصدفة على طول اللي في السطر اللي هي اللي قبليه هشتغل حرف في، غرزة عمود، 3 سلسلة، غرزة عمود، وبعد كده 2 سلسلة، 1 2، وهروح للوسط الصدفة اللي بعديها هشتغل غرزة صدفة، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، ونروح للفراغ اللي بعديه هنشتغل حرف في، غرزة عمود، 3 غرزة سلسلة، غرزة عمود، بعد كده 2 سلسلة، وهشتغل غرزة صدفة في وسط الصدفة اللي قبل منها، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، بعد كده 2 سلسلة، وهروح هنا هشتغل حرف في، وبعد كده 2 غرزة سلسلة، وهقفل السطر بتاعي في الغرزة رقم 3.
بالشكل ده. اصبح عندي ان انا عندي الارقام اهيت صدفات، عبارة عن 4 صدفات اهي في الارقام، 1 2 3 4. بعد كده همشي بالمنزلق فوق اول عمود يقابلني لحد ما اوصل لوسط الصدفة، وهرتفع واشتغل 3 سلاسل، وجوه الصدفة غرزة صدفة، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود بالشكل ده، وبعد كده 2 سلسلة، بعد كده 1 سلسلة، عفوا 1 سلسلة، وهروح لحرف ال V هنا، هشتغل جواه 10 غرزة عمود بلفة. ادي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10. هاخد 1 سلسلة واروح وسط الصدفة اللي بعدها، وهشتغل غرزة صدفة في وسط الصدفة بالشكل ده، 1 سلسلة، وهروح لحرف ال V، وهكرر نفس اللي اشتغلته، 10 غرزة عمود. ادي كده 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 سلسلة، وهروح للصدفة هشتغل وسطها برضو صدفة، وهكرر لحد ما اخلص الدور بتاعي. نهاية السطر اهو، وهقفله بعد ما عملت 1 سلسلة، وهاجي اعد 1 2، وفي التالتة هقفل بغرزة منزلقة، هروح للعمود اللي بعديها وهمشي عليه بالمنزلقة لحد ما بوصل لوسط الصدفة، 1 2 3، وهشتغل برضو جواها صدفة، 2 سلسلة 2 عمود بالشكل ده. بعد كده هشتغل 1 سلسلة، بعد كده هشتغل 2 سلسلة، وهروح بعد كده لغرزة العمود، هشتغل فوقها غرزة عمود، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهاجي بقى ان انا اقفل ال3 سلاسل دول في، شايفين غرزة العمود دي، هاخد لفة من حوالين العمود واقفلها بغرزة حشو. تاني هاخد لفة وانزل العمود اللي بعديها، واشتغل غرزة عمود عادي خالص، واشتغل بعد كده 3 سلاسل، وهاجي كده من حوالين العمود، هسحب الخيط واقفل الغرزة بتاعتي على العمود. تاني هاخد لفة، هشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود بالشكل ده، وبعد كده هشتغل 3 سلاسل، وهاجي كده ادخل الابرة من تحت العمود، هسحب الخيط، هيبقى عندي حلقتين، واعمل غرزة حشو، يبقى بقفل ال3 سلاسل على العمود نفسه. هاخد لفة تانية، اشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود كده، وبعدها هعمل 3 سلاسل، وهنزل ابرتي واخلي العمود فوق الابرة، وهسحب، هيبقى معايا حلقتين، واقفل ال3 سلاسل بغرزة حشو على العمود نفسه. وهنكرر نفس الطريقة دي فوق كل عمود بالشكل ده، هعمل 3 سلاسل واجي حواليها واقفل غرزة عمود 3 سلاسل وحوالين العمود كده، وهقفل ال3 سلاسل 3 سلاسل، وبقفله بغرزة حشو على العمود نفسه، غرزة عمود
ثلاث سلاسل وانزل بخلي العمود فوق الابره واقفله بغرزه حشو على العمود نفسه. ثلاث سلاسل هسحب واقفلها بغرزه حشو. اخر عمود عندي هعمل ثلاث سلاسل اهو، بنزل وبخلي العمود فوق الابره واسحب الخيط واقفل بغرزه حشو. هعمل واحد سلسله واشتغل جوه الصدفه غرزه صدفه بالشكل ده، وبعد كده اتنين سلسله، اتنين غرزه عمود، اتنين سلسله، غرزة سلسلة واحدة. وبعد كده هروح اكرر نفس اللي احنا عملناه، غرزة عمود وبعد كده ثلاث سلاسل وبقفل حوالين العمود بغرزة حشو. بنزل فوق العمود بعمل غرزة عمود واشتغل ثلاث سلاسل واجي كده واخلي العمود فوق الابرة واخد بالخيط واقفل بغرزة حشو. سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي حاجة بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل وبتقفلي. بشتغل فوق كل عمود بالشكل ده كده، تلاتة وحوالين العمود بقفل بغرزة حشو. واحد اتنين تلاتة وادخل كده الابرة حوالين العمود، والعمود بيبقى فوق الابرة بسحب وبقفل بغرزة حشو. واحد اتنين تلاتة، بالشكل ده كده. واحد اتنين تلاتة وبقفل تلات سلاسل. هنكمل بنفس الطريقة، بان انا بشتغل في كل مجموعة الاعمدة بنفس الطريقة ديت، وفي كل صدفة وسطها صدفة. اخر عمود عندي اهوت، بشتغل فوقيه غرزة عمود. واحد اتنين تلاتة واجي كده واقفل بغرزة حشو. واحد سلسلة وبروح بقى جوه الصدفة بشتغل صدفة عادية مكونة من اتنين غرزة سلسلة، اتنين غرزة عمود عفوا، اتنين سلسلة، اتنين غرزة عمود، واحد سلسلة. وبتروحي بقى تكرري فوق المجموعة دي نفس اللي احنا اشتغلناه في المجموعتين اللي فاتوا لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية السطر بتاعي اهو، وهعمل واحد غرزة سلسلة وهقفل بالمنزلقة في اول سلسلة. عايزة اقول لكم ان المفروض بين المراوح دي او بين الاعمدة دي غرزة سلسلة هنا وغرزة سلسلة هنا قبل الصدفة وبعد الصدفة. بداية السطر برضو غرزة سلسلة واحدة، معلش انا قلتها لكم اتنين لكن هي غرزة واحدة بين الوحدات كلها في السطر دوت. هبتدي بقى ان انا ادخل وعامل غرزة منزلقة عشان اوصل لوسط الصدفة، وبرضو هرتفع من جواها وهشتغل من جواها غرزة صدفة. ادي كده كمان غرزة عمود، اتنين سلسلة، كمان غرزة عمود، ادي التاني. بعد كده بقى السطر ده المفروض دي مجموعة، ده النظام بتاع الشغل بتاعنا. السطر دوت ان انا هشتغله عبارة عن تأسيس وكمان تعليم للتوسيع، التوسيع هيبقى فين او تعليم الزيادة فين. تمام، يعني احنا كده هنكرر اللي احنا اشتغلناه. هنا بقى هشتغل ثلاث سلاسل، هاخد لفة على الابرة وهبتدي بقى ان انا نأسس. هنا عند اول عمود، اول عمود اهو عندي، هعمله عمود خلفي، هشتغل عليه من ظهره كده غرزة عمود خلفي بالشكل ده. ثلاث سلاسل وهفوت واحد اتنين، وفي العمود رقم ثلاثة اشتغلت على العمود رقم ثلاثة عمود خلفي. واحد اتنين ثلاثة، ثلاث سلاسل وبعد واحد اتنين، وفي العمود رقم ثلاثة بشتغل عمود خلفي او غرزة عمود على حوالين العمود نفسه اهو بالشكل ده كده اهو، واشتغل غرزة عمود. واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة وعند وبعد واحد اتنين، وفي التالتة
بشتغل على حوالين العمود اللي عندي غرزة عمود زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده ده. طيب يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ اشتغلنا بداية السطر 3 سلاسل، ده سطر التأسيس للمجموعة الجديدة، وفي نفس الوقت لعمل الزيادة او لعمل التوسيع عشان خاطر حجم معايا المربع يكبر او البطانية تكبر. فانا عملت بعد ما خلصت صدفة عملت 3 سلاسل، غرزة عمود على اول عمود وهو عمود خلفي، بس بشتغل على حوالين العمود نفسه، انا على طول العمود غرزة عمود خلفي 3 سلاسل، وبعد بفوت 1 2 وفي العمود الثالث وبشتغل 3 سلاسل، وبكرر بقى 1 2 بفوته في العمود الثالث، بشتغل غرزة عمود برضو بنفس الطريقة خلفي على طول العمود يعني حوالينه بشتغل، وادي الثالث اخر سلسلة وبشتغل على اخر عمود، بفوت عمودين وعلى الثالث، عمودين وعلى الثالث. بعد كده هشتغل 1 2 3، هاخد لفة واروح لوسط الصدفة، هشتغل غرزة صدفة 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، 3 سلسلة، وهكرر هروح لأول عمود بشتغل على حوالين طول العمود أو على العمود نفسه يعني بشتغل غرزة عمود خلفية 3 سلسلة، وبفوت 1 2 وعلى العمود نفسه التالت اهو من على ظهره كده بجيبه وبشتغل، بحط الابرة وبخلي العمود فوق الابرة وبسحب وبشتغل غرزة عمود عادي 1 2 3، وهعد 1 2 وبفوت وانزل على العمود التالت اهو، شايفين العمود بشتغل على العمود نفسه 1 2 3، وبروح بفوت عمودين وبروح على اخر عمود، يبقى عمودين والتالت 1 2 3 سلسلة، وبروح لوسط الصدفة بشتغل صدفة كمان مكونة ب2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، 3 سلسلة، وهكرر عند اول عمود وبشتغل غرزة عمود خلفي 3 سلسلة، وبحد 1 2 وفي التالتة بشتغل غرزة عمود 1 2 وفي التالتة غرزة عمود 3 سلسلة 1 2 3، 1 2 وفي التالتة 1 2 3 سلسلة، وبروح لآخر عمود وبشتغل غرزة عمود 1 2 3، بروح على الصدفة بشتغل غرزة صدفة 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، 1 2، 2 3 سلسلة، 1 2 3، وحوالين أول عمود واشتغل غرزة عمود 3 سلسلة، وفوت 2 غرزة عمود وعلى التالت بشتغل عمود خلفي 1 2 3، 1 2 وبنزل على العمود الثالث حوالينه بشتغل غرزة عمود خلفي 1 2 3، وهفوت الاتنين دول واشتغل حوالين التالت 1 2 3، وبقفل في أول سلسلة من ال3 سلاسل 1 2 3، هقفل بالمزلقة كده اهو، شايفين هو بتبقى مخليه الغرز عاليه زي ما انتم شايفين كده، وهو كانها قاعده، كانها ايه قاعده كده اهوت في الظهر، يعني هي بتبقاش مفروده بسوى الشغل، عشان كده بتدي معاكم المروحات واقفه بالشكل ده، بالشكل ده كده. هدخل بالمنزلقه بعد العمود اللي بعديه على طول لحد ما اوصل للصدفه في وسطها برضو، هرتفع ب3 سلاسل واشتغل من جواها صدفة، الصدفة خلاص ثابتة معانا دايما بنشتغل جواها صدفة. في السطر ده بقى زي ما قلتلكم احنا اسسنا او بنأسس يعني، وبنعمل توسيع الفراغات اللي هي في البداية دي بقى، هي دي التوسيع بتاعتنا.
بعد ما خلصنا الصدفة بتاعتي هشتغل 2 غرزة سلسلة، وهروح لأول فراغ واشتغل فيه حرف في جديد، وبعد كده 3 سلسلة، وبعد كده غرزة عمود تاني. يبقى 2 سلسلة غرزة عمود، 3 سلسلة غرزة عمود تاني، حرف الفي عمود، 3 سلسلة عمود، وهنا 2 سلسلة. هعمل كمان 2 سلسلة، وهروح عند أول فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهروح للفراغ اللي بعديه واعمل غرزة حشو، وبعد كده 2 سلسلة، ثانية واحدة، 3 سلسلة صح كده، وهثبت في الفراغ اللي بعديه. يبقى هنا هكملها لك وافهم، هنا 2 سلسلة، وهروح لاخر فراغ هعمل حرف في مكون من غرزة عمود، 3 سلسلة، وبعد كده غرزة عمود. انا هنا يبقى هنا بدأنا قبل حرف الفي عشان تبقى واضحة كده اكتر. هنا قبل حرف الفي هبتدي ب2 سلسلة، وبعد حرف الفي ب2 سلسلة تانيين، وهثبت بغرزة حشو. الأقواس دي عبارة عن 3 سلاسل، 3 سلاسل وبثبت، 3 سلاسل وبثبت، وانا رايحة بقى عشان اعمل حرف الفي في الفراغ اللي هو قبل الصدفة، بعمل 2 سلسلة حرف الفي غرزة عمود، 3 سلسلة غرزة عمود، وبعمل 2 سلسلة عشان اروح للصدفة. يبقى الاقواس بس اللي عندي هي اللي 3 سلاسل. هنا نعمل الصدفة، جواها صدفة تاني، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود. هنكرر نفس اللي احنا اشتغلناه تاني. يبقى 2 سلسلة، هروح لاول فراغ عشان اعمل فيه التوسيع بتاعي، هشتغل حرف في مكون من غرزة عمود، 3 سلسلة غرزة عمود، هرجع بعديها اعمل 2 غرزة سلسلة. اول فراغ يقابلني هعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده، بعد كده 3 سلسلة غرزة حشو، بعد كده هيبقى عندي فراغ كمان هشتغل فيه 3 سلسلة واثبت فيه غرزة الحشو، بعد كده 2 سلسلة عشان اروح للفراغ الاخير ده اعمل فيه حرف الفي اللي هو غرزة عمود، 3 سلسلة غرزة عمود، وبعد كده هعمل 2 سلسلة عشان اروح للصدفة واشتغل جواها غرزة صدفة كمان، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود. هعمل 2 سلسلة وهروح لأول فراغ بعد الصدفة هعمل فيها حرف الفي بتاعنا اللي هو غرزة عمود، 3 سلسلة غرزة عمود، وبعديها 2 غرزة سلسلة زي ما اتفقنا قبل حرف الفي، 2 غرزة سلسلة، وبعديه 2 غرزة سلسلة، وهثبتها في أول فراغ بالشكل ده بغرزة حشو، وبعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وهثبت بغرزة حشو، 1 2 3، وهثبت بغرزة حشو. وبقى عندي قوسين اهوت مكون من 3 سلاسل. بعد كده احنا رايحين اهو للفراغ نعمل حرف الفي، بعمل 2 سلسلة حرف الفي، 2 سلسلة، هعمل جوه الصدفة غرزة صدفة بالشكل ده كده، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، اتنين سلسلة، وهكرر نفس اللي انا اشتغلته، حرف في، 2 غرزة سلسلة، وهثبت بغرزة حشو في اول فراغ، 3 سلسلة، وهثبت في الفراغ اللي بعديه كمان 3 سلسلة، وهروح للفراغ اللي بعديه اثبت بغرزة حشو، 2 غرزة سلسلة، وهروح لاخر فراغ عشان اعمل حرف الفي، ادي كده 3 غرزة عمود، 2 غرزة حشو، وخلصنا السطر. هروح لأول سلسلة في التلاتة وهعمل غرزة منزلقة، قفلنا السطر. حروف الفي طبعا اللي احنا اتفقنا عليها دي اللي بنشتغل عليها اللي هي المروحة بتاعتنا دي،
وزي ما انتوا شايفين كده بقى عندي في السطر ده 2 اهوت، يبقى احنا كده اهوت بنعمل التزايد. بعد ما كانت عندنا واحدة بقى عندنا 2، وكده خلصنا السطر السطر التأسيس، السطر التاني في التأسيس للجديد. وهروح اهوت للمنزلقة، وهعمل 3 سلاسل، وهشتغل جوه الصدفه برضو صدفه زي ما اتفقنا، الصدفات جواها صدفات في السطور اللي جايه كلها. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا هشتغل هنا اهوت نفس اللي احنا اشتغلناه هنا بالظبط المجموعات دي. طيب هبتدي ان انا هعمل 1 سلسله، وهروح جوه حرف الفي وهشتغل 10 غرزة عمود. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. هأكد برضو على الأعمدة، 2 4 6 8 10 صح. هعمل 1 سلسلة، وهسيب أول فراغ عندي ده، وهروح للفراغ التاني. هسيب هنا أول فراغ اللي هو كان الـ2 سلسلة أهي، هسيبها، لأ هروح أثبت فوق الـ3 سلاسل بغرزة حشو، وهشتغل 3 سلسلة، وهروح للفراغ التاني بتاع الـ3 سلاسل برضو وأثبت بغرزة حشو. هروح اعمل غرزة 1 سلسلة، غرزة واحدة بس، وهروح الاقي نفسي وصلت لفين؟ للفراغ بتاع حرف الفي، اشتغل جواه نفس العدد بتاع الاعمدة اللي هم 10 اعمدة. ادي كده 4 5 6 7 8 9 10، 2 4 6 8 10. هعمل 1 سلسلة، واروح للصدفة اشتغل جواها غرزة صدفة، 2 غرزة عمود، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود، 1 سلسلة. وهكرر نفس اللي اشتغلته بعد ما خلصت صدفة وعملت 1 سلسلة، هروح للحرف الفي وهشتغل ايه؟ هشتغل 10 غرزة عمود. ادي كده 2 3 4 4 5 6 7 8 9. نأكد تاني، 2 2 4 6 8 10 صح كده العدد بتاعي. وهعمل 1 سلسلة، 1 سلسلة هروح اثبتها فين؟ زي ما اتفقنا في الفراغ بتاع الـ3 سلاسل، يعني بنسيب الاولاني وبروح في التاني اثبتها وغرزة حشو، واعمل 1 2 3، واروح للفراغ التاني بتاع برضو الـ3 سلاسل واثبت بغرزة حشو، واعمل 1 سلسلة، واكرر في حرف الفي تاني نفس اللي احنا اشتغلناه في الفي الاولاني، المجموعات اللي هي 10 اعمدة، 3 4 5 6 7 8 9 10، و1 سلسلة، وهروح للصدفة اشتغل جواها صدفة. طيب وهكرر كده لحد نهاية السطر. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان عندنا القوسين اهو بتوع الـ3 سلاسل بقوا عندي قوس واحد اهو، وبين بقى كل عدد اعمدة والتاني زي ما اتفقنا 1 سلسلة. ناخد بالنا من عدد السلاسل اللي هي شوية مختلفة عن كل سطر بين الشغل او بين المجموعة والتانية، عشان يبقى العدد بتاعك مظبوط. يبقى خلصت المجموعة عندي 1 سلسلة، فوتت اول فراغ واشتغلت حشو 3 سلاسل، وثبت في الفراغ اللي بعديه حشو 1 سلسلة، ورحت اشتغل المجموعة اللي بعدها 1 سلسلة ورايحة للصدفة. ده اللي انا بشتغله طول السطر، 1 سلسلة وبعمل المجموعة
واحد سلسلة وانا رايحة للصدفة، وبثبت بواحد. بعد ما تعملي واحد سلسلة بعد ما تخلصي مجموعة بتشتغلي الثلاث سلاسل وتثبتي بحشو اهو لحد نهاية السطر بتاعك. كده شكلها بقى عامل ازاي. هي المراوح بقت واقفة لان في شايفين اللي هو الاساس اللي كنا عاملينه اللي هو من الاعمدة مخليينها واقفة كأنها ايه سنادة ليها. شكلها اهو جميل جدا جدا في الشغل، وكل ما الشغل بتاعك ما بيكبر كل ما بيبقى شكله جميل جدا. وزي ما هو شايفين التوسيع اللي قلتلكوا عليه سطر التأسيس والتوسيع، هنا كان بقى عندي اهو مروحة واحدة او مجموعة واحدة اهيت، بقى عندي مجموعتين اهي بالشكل ده اللي هو كده اهي واحد وادي اتنين بالشكل ده. تعالوا نقفله بقى. ده السطر التالت ده او السطر اللي جاي ده اللي هو زي السطر ده بالظبط اللي احنا عملناها ده، وهنبتدي بقى نأسس للسطر اللي بعد كده عشان يديني بعد كده تلات مجموعات بعد ما كانوا مجموعتين. السطر ده اللي جاي نفس اللي احنا اشتغلناه في السطر ده، بعد ما طلعت خلاص بالصدفة جواها صدفة، وطبعا احنا هنا انا هنا بواحد سلسلة زي ما اتفقنا، واهو دخلت صدفة من جوا صدفة. هنا في السطر ده هعمل واحد سلسلة ونفس اللي احنا اشتغلناه هنا هنكرره، اللي هو ايه اللي هو هدخل هنا في اول غرزة عمود وهشتغل غرزة عمود، وبعد كده تلاتة سلسلة واروح من حوالين العمود واقفل حوالين العمود بغرزة حشو، تاني هلف واعمل غرزة عمود وتلاتة سلسلة، وهدخل بالابرة حوالين العمود او العمود فوق الابرة وهسحب الخيط واقفل بغرزة حشو، وهكرر نفس اللي احنا عملناه هنا هو في السطر ده. هاخد لفة واشتغل فوق كل غرزة عمود عمود، وبعديها هعمل تلات سلاسل واقفل حوالين العمود بغرزة الحشو. هاخد لفة واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة واشتغل كمان غرزة عمود واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة واشتغل غرزة عمود كمان. هي بسيطة خالص وسهلة ما فيهاش اي صعوبة، والغرزة معاكي ما بتاخدش وقت خالص. واحد اتنين تلاتة واقفل بغرزة حشو في العمود اللي عليه الدور اهو غرزة عمود. واحد اتنين تلاتة واشتغل وبعمل غرزة حشو. اخر عمود عندي ادي غرزة عمود تلاتة سلسلة وبقفل بغرزة حشو حوالين العمود. هعمل ايه؟ هعمل واحد سلسلة زي ما عملنا بالظبط في اول السطر، وهروح بقى هنا. بالنسبة هنا عندي في اختلاف عن السطر ده، السطر او اللي احنا اشتغلنا فيه ده هنا كان عندي يا دوبك مجموعة واحدة، فكنت بخلصه بروح على الصدفة، بخلصه بروح على الصدفة. هنا عندي بقى ايه؟ هنا عندي قوس واحد اهوت ما بين المجموعتين، هروح رايحة بعد ما عملت الواحد سلسلة ومثبتة فيه بغرزة حشو، وبروح عاملة كمان واحد سلسلة تانية وببتدي نفس اللي إن انا عملته في المجموعة اللي قبل منها، غرزة عمود تلاتة سلسلة وحوالين العمود بقفله بغرزة حشو، وهكرر عادي خالص نفس اللي انا اشتغلته في المجموعة اللي قبل منها بالشكل ده، نفس اللي انا اشتغلته هنا هكرره هنا. وبعد كده واحد سلسلة وبروح على صدفة، اشتغل صدفة واحد سلسلة واكرر نفس اللي هنا اشتغلته، وبعمل بعد ما اخلص المجموعة واحد سلسلة وبثبت في القوس اللي عندي لوحده ده، وواحد سلسلة كمان وبتجه للمجموعة اللي بعدها لحد ايه نهاية السطر. بشتغل بنفس الطريقة لحد ما بتخلصي السطر بحاله. خلاص الدور اهوت وقفلته برضو بواحد سلسلة زي ما احنا متفقين. وطبعا زي ما قلنا برضو بعد ما نخلص الاعمدة دي او سطر الاعمدة ده، السطر اللي عليه الدور هيبقى سطر تأسيس، وبعد ما كانوا عندي مروحتين هيبقى المفروض عندي فيه تلاتة، يعني ده تأسيس وبرضو مكان للتوسيع الجديد عشان نزوده العدد. بعد ما خلاص قفلنا ودخلنا من جوه صدفة صدفة وارتفعت اهو عملت صدفة، هبتدي ان انا اشتغل بقى وهعمل تلات سلاسل نفس اللي احنا عملناه في السطر ده اللي هو سطر الاعمدة دي، تلات سلاسل. وهبتدي اروح عند اول عمود وهشتغل حوالين العمود غرزة عمود
وهشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي هنا هعد 1 2، وفي الثالثة هشتغل غرزة عمود 1 2 3 سلاسل، وهرجع هنا للأعمدة الأصلية عندي وأفوت 1 2، وفي الثالث 1 2 3، وهفوت 2 وهشتغل في الثالث 1 2 3. انا هنا عندي الفكره، هنا المفروض في حاجه جديده عندي مختلفه، لان المفروض هنا بقى ببتدي ان انا ازود واكبر. هشتغل العمود فين؟ هسيب هنا واروح برضو عادي خاص عند اول عمود واشتغل غرزه عمود 1 2 3، وهكمل عادي خالص، وفي العمود الثالث هو اللي عليه الدور بنزل واشتغل غرزه عمود 1 2 3، هاخد لفة وافوت 1 2، واشتغل حوالين العمود التالت غرزة عمود 1 2 3، هفوت 2 وفي التالت 1 2 3، وهروح حوالين الصدفة هشتغل وسطها قصدي، هشتغل غرزة صدفة 1 2، وادي العمود التاني هشتغل، وبعد كده 1 2 3، وهكمل بنفس الطريقة ان بروح عند اول عمود بشتغل غرزة عمود، بعد كده 1 2 3، وهبتدي ان انا اشتغل بنفس الطريقة ان انا اشتغلتها تحت، وبنفس ان انا اشتغلتها هنا هكمل باقي السطر. وما تنسوش ان انا باجي برضو بشتغل بكمل شغل عادي خالص، بان عند اخر عمود بشتغل برضو غرزة عمود وثلاث سلاسل، وببتدي عند اول عمود عادي خالص. وهنا بقى اماكن المفروض التوسيع اللي فيها، اللي المفروض هشتغل في السطر اللي بعديها غرز الفي هنا اهو، هنا وهنا وهنا، يعني وهكذا هيبقى عندي 1 2 3. هكمل بقى بنفس اللي انا اشتغلته هنا لحد نهاية السطر. السطر زي ما انتم شايفين، وبقت عندي المراوح برضو تبقى واقفة اهي زي السطر اللي قبل منه، او زي الوحدة دي يعني. لما بعمل السطر ده بيديكي بقى اللي هو الستايل اللي هو الواقف كده شويه، ده بيبقى شكله حلو قوي. طيب انا هنا خلاص قفلت السطر بتاعي وجيت وسط الغرزه بتاعتي، وخلاص عملت صدفه كمان وارتفعت بيها. طيب هكرر نفس السطر، ايه بقى نفس السطر ده اللي هو هبتدي بقى عشان اسس كمان مجموعه الاعمده دي اللي هو حروف الفي. هاجي هنا اهوت وهبتدي ان انا اشتغل 1 2، هاخد لفة هروح عند اول فراغ وهشتغل حرف الفي، منسوش اللي هو مكون من عمود وثلاث سلاسل وغرزة عمود، بعد كده 2 غرزة سلسلة 1 2، وهروح عند اول فراغ وهثبت بغرزة حشو 3 غرزة سلسلة، الفراغ اللي بعديه هثبت بغرزة حشو كمان 3 غرزة سلسلة، والفراغ اللي بعديه بغرزة حشو 2 غرزة سلسلة، ورايحة هنا ما بين المجموعتين اللي عندي عشان خاطر اعمل التوسيع الجديد او اللي هي الوحدة الزيادة عندي، وهشتغل هنا حرف الفي 2 3 غرزة عمود 2 سلسلة، وهروح عند اول فراغ واثبت بغرزة حشو 1 2 3، وهثبت بغرزة حشو 1 2 3، وهثبت بغرزة حشو 1 2، وهروح عند الفراغ الأخير اللي هو قبل الصدفة واشتغل حرف الفي 2 سلسلة، وهروح على الصدفة اشتغل غرزة صدفة عادية 1 2 2 سلسلة، بعد كده 2 غرزة عمود 2 سلسلة، وهكرر نفس ان انا اشتغلته هنا اهوت، هكرره بقى في كل مكان بيقابلني. يبقى هنا بعد المكان عندي 2 وحدتين اهوت، بقى عندي اهو بالشكل ده 3 1 2 3. وبعد كده انت بالشغل بقى هتبقي عارفه مكان اللي هي زياده الوحدات، بان هي بتبقى ماشيه عكس بعضيها بالشكل ده كده. هتكملي بنفس الطريقه، هعمل معاكوا جنب كمان
بعد هشتغل 2 غرزة سلسلة، هروح لأول فراغ واشتغل حرف في، هشتغل غرزة حشو، وبعد كده 1 2 3 الفراغ اللي بعديه غرزة حشو، 2 3 الفراغ اللي بعديه غرزة حشو. انا رايحة اهو المكان اللي المفروض هعمل فيه الوحدة التالتة، يعني هعمل حرف الفي، هعمل 2 سلسلة حرف الفي، عمود 3 سلسلة غرزة عمود، 2 سلسلة، وعند اول فراغ يقابلني هعمل غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 غرزة حشو في الفراغ اللي بعديه، 1 2 3 وبثبت في اللي بعديه في الفراغ اللي بعديه، 1 2 واخر فراغ عندي قبل الصدفة بعمل فيه الحرف الفي المكون من عمود 3 سلسلة غرزة عمود، وبعد كده 2 سلسلة ورايحة للصدفة هشتغل وسطها غرزة صدفة. السطور بسيطة ولكن كل سطر شوية مختلف عن اللي قبليه، وبترجعي تكرري نفس السطور اللي احنا اشتغلناه. كل الحكاية عايز بس شوية تركيز في العدد بتاع كل سطر، لكن هي بسيطة خالص خالص، وخصوصا هي شوية الاول بس بتاعت التأسيس هي اللي فيها لخبطة، لكن بعد كده هتبتدي بس ان احنا نكرر اللي احنا بنشتغله باستمرار اهو. هتكملي بقى بنفس الطريقة في الجنب ده والجنب ده لحد ما بتخلصي لنهاية السطر. انا اهو يا بنات بعد ما كبرتها بشوية كمان اهو، هي انا كمان لسه هكبرها، لسه حبيت ان انا اشارككم بيها اول ما وصلت للمرحلة دي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ وانا هنا زي ما قلتلكوا انا كنت وصلت معاكم لحد ما بقيت وحدتين، وكنت بأسس للتالتة اللي هو المفروض في السطر ده اهوت. 3 وحدات هتبقى بالشكل ده كده بالتبادل مع الاتنين التانيين دول، وكل ما بتطلعي اكتر كل ما بتبتدي بقى ايه ان احنا الزيادة عندك بتبقى هنا وهنا دايما قبل الصدفات، وهنا بقى بالتبادل بتبقى ايه بالعكس اهيت، بتبقى بعكس الشغل هنا في الوحدات اهو. هنجيبها لك كده اكتر عشان تبقي شايفاها. طيب وبتأسسي الفراغ ده منين؟ زي ما اتفقنا ان العمود ده بيجي بيبقى في نهاية الشغل اللي هو الأعمدة دي وفي العمود التاني، وهو ده بقى بيبقى الفراغ اللي هو بتاع الوحدة الزيادة، وبتيجي من هنا بقى ايه مكانها العكسي اهو بنفس الطريقة. بتلاقي والله العظيم السطور اللي جاية دي كلها سهلة، ان انت خلاص بتكرري نمط معين، اللي في الاول بس هو اللي بيبقى شوية بيبقى صعب، لكن اللي جاي كله سهل. حتى هنا اهوت انا هنا السطر زي ما قلتلكوا اهو لسه بشتغل فيه، برضو حابه ان انا اوريه لكم. شايفين اهو دي اعمده التاسيس الاولانيه اهو، من هنا بيجي مكان الوحده الجديده، وده حرف الفي اهو برضو المكان التاسيس الجديد، واهوت الاعمده اللي هي مكان اول اخر عمود، وهنا مع اول عمود، وفي السطر اللي بعديها حرف الفي اهو، فبيجي بالتبادل ما بين القوسين. شايفين اهو بالشكل ده كده. ده كان ايه السطر الثاني في التأسيس للمجموعة الجديدة اللي هي زي دي اهو، كان ده بداية السطر اللي هو الثالث زي ما انتم شايفين اهوت. الفراغين بقى فراغه بالشكل ده، ادي كده شكلها. ويا رب تكونوا حبيتوا الشرح وانبسطتوا منه، وكمان زي ما قلت لكم في اول فيديو ان انتم ممكن تعملوا منه فكره الشال المثلث، فيا رب يا رب يكون عجبكم، وبشكركم وشكرا والسلام عليكم.